كلام الله كلام الله معجزة القرآن للنبي العدنان معجزة القرآن للنبي العدنان نزل عليه في ليلة القدر بدأت آياته اقرأ فيها الحقيقة الكاملة الكل عالم وصاحب مبدأ نزل عليه في ليلة القدر بدأت آياته اقرأ فيها الحقيقة الكاملة الكل عالم وصاحب مبدأ فيه البيان والحكمة وفيه الأمثال وقصص نسلنا عبرة راحوا ملكهم زاد البيان والحكمة وفيه الأمثال وقصص نسلنا عبرة راحوا ملكهم زاد لو الإنس والجن اجتمعوا عشان يجيبوا زيه فيقدروا يجيبوا لو آية من أعجاز بلغته فيه الشفاء والراحة لو صدرك يوم يديه اسمعوا تلاقيك كده تهدى لو فيك أي شيء الشفاء والراحة لو صدرك يوم يديه اسمعوا تلاقيك كده تهدى لو فيك أي شيء كلام الله كلام الله كلام الله معجزة القرآن للنبي العدنان معجزة القرآن للنبي العدنان نزل عليه في ليلة القدر بدأت آياته اقرأ فيها الحقيقة الكاملة الكل عالم وصاحب مبدأ نزل عليه في ليلة القدر بدأت آياته اقرأ فيها الحقيقة الكاملة الكل عالم وصاحب مبدأ لو الإنس والجن اجتمعوا عشان يجيبوا زيه ما يقدروا يجيبوا لو آية من أعجاز بلغته كلام الله معجزة القرآن للنبي العدنان 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 اصحى اتسحر يا نايم وسبح الرحمن مسحراتي ودايم طوف في كل مكان اصحى اتسحر يا نايم وسبح الرحمن في الكون كتير خلايق عبرة للإنسان فيها موعظة ودلالة للواحد الديان في البر أو في البحر وفي صحراء أو وديان في البر أو في البحر وفي صحراء أو وديان